بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 5 ماث فيرست ترم يونت 1 ليسون 1. احنا جريد 5 ماث يونت 1 ليسون 1 ابروكسيميتنج تو ذا نيرست 100 اند 1000. ابروكسيميتنج ده درس مش جديد عليه، ده اخدته السنه اللي فاتت ويعتبر ده تكمله ليه. فاكر انت السنه اللي فاتت لما بيبقى عندي ديسيمال بوينت كده، اول نمبر على الشمال كانت ايه البليس فاليو بتاعته، واللي بعده واللي بعده ولا لا؟ اول حاجه على الشمال هنا اسمها ايه؟ يونت. ماشي. تاني نمبر ايه؟ 10. اللي بعده تالت نمبر 100. 100. ماشي. طب اللي على اليمين كانت بتبتدي بإيه؟ 10. وات مستر؟ 10 10 زي 10 كده بس فيها تي اتش. 10,000. بعدين 100، لا مفيش هنا 10,000، 100,000. 100 وبزود عليها تي اتش، واخر واحده دي 1000 وزود عليها تي اتش. دي اللي انا عايزك تفتكره من السنه اللي فاتت. ولو تفتكر حاجه اسمها سترونج نمبر ويك نمبر، ارقام قويه وارقام ضعيفه، او ارقام كريمه وارقام بخيله. ايه السترونج نمبر؟ سترونج كانت اللي هي 5 او اكبر منها. 5 6 7 7 8 8 9 9 بس. طب والويك نمبر 0 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4. ماشي. محمد فضل انت سامعنا؟ محمد فضل طيب. ماشي مستر. اسم عمر فضل. اسم عمر فضل. اسم ماشي عمر يا عم، فضل. ماشي يا عم. طيب كنا بنفتكر الابروكسيميتنج السنة اللي فاتت يا عمر، واتكلمنا عن البليس فاليو، وخالد قال لي ان الديسمال بوينت كده في النص على شمالها يونت، بعدين 10 بعدين 100 بعدين 1000 وهكذا، وعلى اليمين 10 100 اللي هو بزود تي اتش في الاخر و 1000. ماشي. طيب نلحق بقى قبل ما عمر ما ينام نحل ايه اول حاجه. approximating to the nearest 100. 100 كنت بعملها ازاي؟ كان بيديني نمبر عادي زي اللي قدامي ده، ده مثلا، ويقول لي اعمل له approximating to the nearest 100. كنت بعمل ايه؟ اول حاجه بعمل لاين تحت ال 100. مين هنا اللي في ال 100؟ ال 7 ولا ال 5 ولا ال 3 ولا ال 4 ولا ال 6؟ ال 100 اللي هو تاني واحد على يمين الديسمال بوينت اللي هو مين؟ قول يا عمر. نمبر 2. ماشي. تاني نمبر على يمين الديسمال بوينت هنا فين؟ فين الديسمال بوينت اهي؟ تاني رقم على يمينها. ها 5 ولا 3 ولا 4 ولا 6؟ تاني رقم اللي هو 3. ما هو ال 5 ده فين؟ في ال 10.
وال3 هو اللي في ال100. فلما يقول لي اعمل approximating to the nearest 100 بعمل خط تحت مين؟ ال100. مين اللي في ال100؟ ال3. مين اللي في ال100 يا خالد؟ ال3. ماشي، بعد ما بعمل تحتها خط اعمل بعد كده ايه؟ بعمل دايرة على اللي على يمينها اللي هو الفور اللي جنبها على طول ده. ماشي، يبقى انا بروح على ال100 واعمل تحتها خط زي ما هو عامل كده، بعدين اعمل سيركل على الفور واشوف الفور ده سترونج ولا ويك. الفور موجود هنا ولا موجود هنا؟ سترونج. الفور ويك. ويك ويك مستر اتفضل. لا يعني مش هيدي الثري حاجه. مستر بس اتفلت ال دفلت الشاشة. لا هو الشاشة مش واضحة. انا فاتحها قدام كده. واضحة؟ دلوقتي واضحة. ماشي، بيقول لي فين هنا ال100؟ قلنا 3 صح؟ تاني نمبر على يمين العلامة اللي هو 3، واعمل دايرة على الفور اللي جنبه واشوف الفور ده سترونج ولا ويك. قلنا ويك. خليها لو كبر. لو لا المدرس الانجليش الصراحة قلنا الفور ده ويك. هيدي 3 ولا مش هيديها؟ مش هيقدر يديها. ماشي يا عمر، فالثري هتنزل زي ما هي. بعد كده الفايف، وبعد كده بوينت، وبعدين السيفن. ماشي ماشي. يبقى انا عملت ايه؟ رحت على ال100 وشديت تحتها خط وعملت دايره على اللي جنبها اللي هو الفور، ولقيت ان الفور ده ويك مش هيقدر يديها فتنزل زي ما هي. طب الفور والسكس دول راحوا فين؟ شلتهم. ليه؟ هو عايز 100، عايز 2 ديسيمال نمبر بس هنا، عايز رقمين بعد العلامه بس. واضحه ولا لا؟ ماشي. طيب واضحه. طب ناخد اللي بعدها. مين هنا اللي في ال100؟ ال100 اللي هي 3. 3 دي اول نمبر على الديسيمال بوينت. اللي على اليمين ده 10. الايد دي يونت 2 دي تنز. نو التو الاخر. التو هنا اي ده 10. الكور ده يعتبر 100. الفور هو اللي 100 مش انا قلت لكم ديسيمال بوينت، بعدين اول نمبر اسمه 10. بعدين تاني نمبر هو اللي 100. امال تالت نمبر اسمه ايه؟ 1000. ثبت الموبايل يا خالد عشان بيعمل دوشه. 1000. ماشي، اقفل المايك وما تحتاج تتكلم افتح. طب واللي على الشمال هنا اسمه ايه؟ يونت، بعدين 10، بعدين 100، بعدين 1000 كده. فال 100 هو تاني رقم على يمين الديسيمال بوينت. الديسيمال بوينت اهي. مين تاني رقم على اليمين الناحيه دي؟ ها مين؟ اللي هي قصدك اللي هي 28. 3 ولا ال 4 ولا ال 2؟ ال 3 ولا ال 4 ولا ال 2؟ مين ال 100 يعني؟ مين ال 100؟ اللي
ال 8 لا قصدي ال لا الهير 4 الفور صح فور. يا عمر واختار الفور ليه؟ عشان اول رقم اللي هو 3 ثاني رقم 4 انا قايل ثاني رقم ده هو ال 100 ماشي لانه عايز نيرست 100 خلاص طيب الفور بعد ما بعمل خط تحت الفور بعمل دايره على التو التو ده ويك ولا سترونج عمر التو ويك ولا سترونج التو سترونج غلط السترونج نمبر قلت لك 5 6 7 8 9 الويك نمبر 0 1 2 3 4 التو هنا تعتبر ويك ولا سترونج بس راجل يسهل التو دي سترونج ولا ويك؟ التو دي ويك يعني هتدي الفور حاجة ولا لأ؟ مش هتدي ما دام هي ويك مش هتدي لا يا مستر ماشي يبقى الفور تنزل زي ما هي وبعد كده كل اللي على الشمال ده ينزل زي ما هو ماشي تمام طيب السؤال اللي بعده خالد اللي هيحله اعمل ابروكسيميشن يا خالد للنمبر ده 27.1271 يعني انت عايز تجيب ال 100؟ مين هنا اللي في ال 100؟ حضرتك عايز تجيب ال 7 غلط احنا قلنا ال 100 في تاني رقم لا. بعد الديسمال بوينت ادي الديسمال اللي هي ال 2 ال 2 صح برافو عليك بعمل خط تحت ال 2 واعمل سيركل على ال 7 اللي جنبه على طول 7 سترونج ولا ويك؟ سترونج سترونج يعني هيدي ال 2 هيديها 1 ماشي تبقى كام؟ هتزود ال 2 1 تبقى كام؟ 3 كل اللي على الشمال ينزل زي ما هو طب ال 7 وال 1 خلاص مش موجودين ماشي كده؟ طيب عمر جاهز؟ طيب حل دي يلا يا عمر هذا هذا بس عشان في حاجة آخر أحل إيه؟ السؤال ده اعمله approximation to the nearest 100 السؤال ده 4,100 مين اللي في الهندرد هنا؟ 7 7 يبقى بشد تحتها خط ماشي؟
واعمل سيركل على مين؟ على الفايف اللي جنبه. الفايف دي سترونج ولا ويك؟ ويك. انا هقعد كل شويه اكتبهم لك، انت المفروض تكون حفظتهم بقى. الفايف سترونج ولا ويك؟ ويك. ذا سترونج. سترونج. سترونج يعني هيدي ال 7 1، يعني يبقى كام؟ وانت نفس الكلام يا حبيبي، هو اهلك عندهم فيروس؟ لا. يا عمر كم؟ كاتبين ساينس كم؟ الفايف هتدي ال 7 1 تبقى 8 صح؟ وكل اللي على الشمال ينزل زي ما هو، ال 5.4 ماشي كده؟ ماشي ماشي. عمر مستر ده فيت ده الكتاب المعاصر الماث، بيشرح فيه approximation to the nearest 100 ماشي؟ ماشي. اللي بعده عمر الشهاب، انت معانا؟ طيب احنا شرحنا الـ approximating to the nearest 100 وعمر فضل لسه حلل معايا اللي فاتت، قال انا بعمل ايه؟ قال بدور فين هنا ال 100، هو الديسمال بوينت لما بتكون في النص اول رقم على اليمين هنا اسمه 10 والتاني على طول اسمه 100، هو قال تاني رقم على يمين الديسمال بوينت هو ال 7 ده ال 100 ماشي؟ بعدين عمل سيركل على ال 5 عشان هيشيلها، بس قبل ما يشيلها بيشوفها سترونج ولا ويك؟ الفايف سترونج ولا ويك؟ انت جريد اي مستر، انت فايف جريد، فايف جريد اي فايف فايف، انا جريد فور. جريد فور وعملت حل معانا ما شاء الله عليك، يا انت جريد فايف ولا فور يا عمر الشهاب؟ انا جريد فايف. طيب كويس، أو بتاع جريد 4 حلها كانت سهلة بالنسبة لي، إن شاء الله أنت تحلها برضه سهل. ماشي؟ الـ 5 ده سترونج ولا ويك؟ فاكر الـ سترونج نمبر؟ كانت 5 فيما فوق. 5 6 7 8 9 والويك نمبر كانت 0 1 2 3 4. كان السترونج نمبر ده بيزود اللي جنبه 1، لكن الويك نمبر ما بيقدرش يزود حاجه. فهنا ال 5 ده سترونج يعني هتزود ال 7 1، تبقى كام؟ 8. ماشي؟ ماشي. طب واكمل اللي على شمالها زي ما هو 5.4. يبقى دوت عملت له ابروكسيميشن تو ذا نيرست 100. تعالى بقى حل معايا ايه ديت؟ فين هنا ال 100؟ 102. ممتاز صح، تاني رقم على يمين الديسمال بوينت. بعدين اعمل سيركل على مين؟ على الثري عشان هشيلها، لان هو عايز نيرست 100 يعني عايز تو نمبر بس بعد الديسمال بوينت. الثري دي ويك ولا سترونج؟ ويك. ويك صح. هتقدر تدي التو حاجه؟ ايه لا مش هتقدر، يبقى التو تنزل زي ما هي، وبعدين الفايف، وبعدين بوينت فور وان. كده فيها مشكلة؟ لا. كده المسألة خلصت ماشي؟ هتحل برضو اللي بعدها بس انت لوحدك بقى. أنا؟ عمر هيحلها لوحده، وبعدين انت ديت يا خالد. ماشي. يلا يا عمر. تمام. الفور لا هزعل منك كده. لا الايت هتبقى 100. لا
فاكر قلت لك الديسمال بوينت اول نمبر 10 وتاني نمبر على طول هو ال 100 ماشي؟ مين بقى تاني نمبر؟ الديسمال بوينت 1 صح يبقى بعمل سيركل على ال 1 واعمل خط تحت ال 1 وسيركل على مين؟ ال 8 ممتاز صح ها ال 8 سترونج ولا ويك؟ سترونج سترونج يعني هيزود ال 1 دوت صح؟ يخليه كام؟ صح 2 2 وكل اللي على الشمال ينزل زي ما هو طب وال 8 وال 4 بشيلهم ماليش دعوه بيهم هو عايز نيرست 100 يعني 2 نمبر بس ماشي كده؟ ماشي اتفرج على خالد بقى وشوف لو هيعمل صح ولا غلط يلا يا خالد الزيرو هو ال 100 ممتاز تمام اللي هي جنبها اللي هي ال 5 ديت سترونج ممتاز اللي هيبقى الزيرو ديت هيبقى 1 فيري جود وبعدين بعدين هيبقى زيرو زيرو بوينت لا زيرو بوينت سيفن صح لان اللي على الشمال ده كله بينزل زي ما هو طب والفايف اللي في الاخر دي عامل فيها ايه نشيلها نشيلها ممتاز كده انت شاطر وفهمت الدرس برافو عليك يا خالد ماشي يلا يا عمر اللي بعدها تمام ايه رقم ايه ايوه رقم دي دي is 9 على 100 ممتاز صح برافو عليك اعمل خط على ال 9 وسيركل على ال 6 ال 6 ويك يا راجل سترونج 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 ممتاز يعني هيزود ال 9 1 تبقى كام؟ تاني كده يا مستر ال 6 هتزود ال 9 لانها سترونج هتخلي ال 9 كام؟ بتزودها 1 يعني ال 9 هتبقى كام؟ 10 10 طب اخد بالي بقى من حاجه 10 هي هكتبها لك فوق اهي قلنا ده ال 100 وده سترونج هيدي ال 9 تبقى 10 ينفع اكتب 10 كده بعدين 7.25 ولا غلط؟ غلط ليه بقى؟ لان ما ينفعش اشيل نمبر واحط بداله 2 ديجيت ما ينفعش اتنين يقعدوا على كرسي واحد طب اعمل ايه؟ مستر انا مش شايف مش شايفها؟ انا كاتبها على يمين انت عامل زوم على الكتاب شفتها خلاص ماشي ال 9 شلتها وحطيت بدلها 10 هل كده تنفع ولا ما تنفعش ما تنفعش ما تنفعش ليه لان ما ينفعش اشيل نمبر واحط بداله 2 نمبر ما ينفعش 2 يقعدوا على كرسي واحد طب اعمل ايه في ال 10 دي بكتب الزيرو واشيل ال 1 احطه على مين؟ على ال 7 يعني يبقى 0 هنا واحط ال 1 دوت على ال 7 1 بلس 7 تديني كام؟ 8 فهمت حاجة كده ولا لأ؟ كأني بعمل كاري اب ماشي يلا يا خالد اللي بعد اللي بعدها زيها 36.997 اعملها ازاي؟ ال 9 هي ال 100 ماشي ال 7 سترونج ممتاز ماشي
هتحط زيرو هنا وزيرو هنا كمان. ممتاز، برافو عليك. والستيكس هيبقى 7. very good، برافو يا خالد. وحط كم؟ حط 3 مش هتحطها؟ ايوه هحطها. طب اسيب ال 2 0 دول ولا اشيلهم؟ شيلهم. لا، لما يجي يقول لي نيرست 100 يعني عايز 2 نمبر على يمين الديسمال بوينت، مش هشيلهم. هو عايز يشوف 2 نمبر على يمين الديسمال بوينت، اتفقنا؟ ماشي. عمر الشهابي. مين مستر؟ 0.995 شايفها على اليمين اهي. ايه؟ بقول لك شايفها على اليمين اهي. اي مستر. طب يلا هو. ال 9 هتبقى 100. 9 هتبقى 100 وال 5 هتبقى strong. وال 5 هتبقى strong. ممتاز صح. هتدي ال 9 دي 1 وهتدي ال 5 1 هتبقى 10. 10 اكتب 0 و 1 carry up. 9 هتبقى 0. 0 1 carry up تنزل الديسمال بوينت. 1 بلس 0 كام؟ 1. سهل ولا صعب؟ لا سهل. ماشي. طيب اللي بعد كده دي يا خالد فراكشن، تعرف تحولها لديسيمال ولا لا؟ لا، هو تحولها لديسيمال. اه فاكر كنا بنعملها ازاي في جريد فور؟ زيرو بوينت زيرو فورتين. سلام عليك. صح. ليه بقى؟ أنا لقيت هنا 1000 فبعمل ثلاث شروط بعدين الديسيمال بوينت. هنا 14 بكتب ال 14 ببتدي من على اليمين هنا 41 هنا مفيش حاجة أحط لها زيرو هنا زيرو. ماشي؟ طيب نكمل. تمام. آه مين اللي في ال 100؟ مين في ال 100؟ الهيل 1 قصدي ال 1 واعمل سيركل على الفور. الفور سترونج ولا ويك؟ ويك. برافو عليك. هيدي ال 1 ولا مش هيديها؟ لا مش هيديها. مش هيديها، يبقى ال 1 تنزل زي ما هي وكل اللي على الشمال ده ينزل زي ما هو صح؟ ايوه. ماشي برافو عليك. طيب اخر واحدة ديت يا عمر نعملها ازاي؟ هو ده 200 لازم يكون 100 او 1000 كده يعني. فممكن اعمل ال 200 دي ممكن تبقى 1000 لو عملت لها ملتبلاي 5 صح؟ صح. ماشي، يعني اعمل فوق ملتبلاي 5 وتحت ملتبلاي 5. سهلة كده. ماشي. 5 ملتبلاي 13 كام؟ 65. و 5 ملتبلاي 200 اللي هي 1000 وهنا 2 زي ما هي. قلنا بحولها ازاي؟ هنا 3 0 هم بعمل 3 شرط واعمل ديسيمال بوينت. 65 بكتب 65. هنا في حاجة؟ مفيش، يبقى انزل بدل اي زيرو والتو دي زي ما هي هنا.
خلاص اعمل لها ابروكسيميشن بقى. فين ال 100؟ تمام. ال 100 6. اكسلنت صح. وبعدين سيركل حوالين ال 5. سترونج ولا باي كير 5؟ سترونج. سترونج يعني هتدي ال 6 1 تبقى كام؟ تبقى 7. ممتاز. والباقي اللي على الشمال ده ينزل زي ما هو. ماشي ماشي. يبقى 2.07. يبقى approximation to the nearest 100. ممكن يقول لي بدل ما يقول لي 100 يقول لي 1 over 100 او يقول لي 2 decimal number. ماشي. يا اما يقول لي 100 يا اما يقول لي 1 over 100 يا اما يقول لي 2 decimal number. سهل الدرس بتاع النهارده ولا رخم شويه؟ لا سهل. ماشي ان شاء الله المره الجايه هناخد نفس اللي احنا اخدناه ده، بس بدل 100 هيبقى 1000. يعني بقى بدل ما بروح مثلا لل2 هنا اروح لل7 بس، واعمل برضو سيركل واشوفها ويك ولا سترونج وانزل دي زي ما هي وهكذا. ماشي. يعني الدرس الجاي ان شاء الله زي الدرس ده بالظبط، مفيش فيه اختلاف. بدل ما بروح لتاني نمبر ال 100 هروح لمين؟ لل 1000. خلاص اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصه الجايه، وانا سجلت الحصه دي ان شاء الله ببعت لكم اللينك بتاعها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام. مع السلامه.